هذا النوع من الطيور اللي امامكم اللي اللون ديالو اسود، هذا النوع كيتسمى بالاسم المتداول يعني في الباديه عندنا هنايا في ناحيه الغرب، يسمى بجحمومه، نسميوه حنا جحمومه، ولكن الاسم الحقيقي ديالو عند الناس المتخصصين في الطيور لا ادري الاسم ديالو، ما كنعرفش الاسم ديالو بالضبط. هذا فريخ، باقي ولد، هذا صغير لان الشكل ديال الام ديالو كيكون كبر من هذا الحجم. هذا بالنسبه لهذا الفريخ، هذا النوع كيقولوا الناس اللي مختصين واللي كيعرفوا الطيور ومولفين في الطيور كيقولوا بانه صعيب يتشد وصعيب يتصيد، ربما يمكن بالسلاح، يمكن بالقرطاس، يمكن يتصيد او بشي طريقه اخرى، اما صعيب تشدو يعني بسهوله، ماشي بحال الانواع ديال الطيور الاخرى. هو الان يعني كيحاول باش يخرج، والطريقه كيفاش حتى حصل انه دخل عندي للدار. انا في الدار حتى شفته دخل، سديت البيبان وحصلت عليه، شديته من من من, من خلال النافذه لانه مشى للزجاج قال ليه الضوء تيسحب راسو واش راه غادي يقدر يخرج، فحصلت عليه وشديته تمايا وجبته. بغيت غير انا ما عمرني تاكدت من الصوره ديالو ولا شفته مزيان، انا كنشوفه عن بعد. الان ها هو انتم كتشوفوا فيه، هذا هو جحمومه، كنسميوه حنا جحمومه في هذه المنطقه ديال الغرب. هو كيعيش اكثريه في المنطقه ديال الغرب بزاف. كاين واحد النوع اخر حالو وهو فيه الابيض، كيعيش في المناطق اللي قريبه من البحر. هذا كيعيش في الوديان لانه كيتغدى على الحشرات بزاف، وكيتغدى على واحد النوع ديال واحد الشجره كنسميوها هنايا بوعك، واحد النوع ديال واحد الشجره مشوك وفيه واحد الثمره ديالو بحال العنب تقريبا، وهي رقيقه، هو اللي كياكل منها وكتمشي وكيمشي كينقلها للاشجار العليقه، كنسميوها العليقه، هي اللي كتطلع وكتشد في الشجر تقريبا، الى ناضت تحت الشجره، اي شجره من الاشجار اللي كتعطي الفواكه، الى تلوى عليها داك النوع ديال داك العليقه صافي كيقتلها داك الشجره، صافي كتمشي بحالها كيقجها. هذا هو الدور ديالو، هو كينقل هذه الانواع ديال الزريعه، كينقلها من مكان الى مكان اخر، يعني الدور ديالو خبيث شويه ربما. فكاين من الطيور التي تقوم بادوار يعني جيده ومفيده للانسان، وكاين هناك من الطيور التي تقوم بادوار يعني غير صالحه للانسان، هي مضره في الحقيقه. انتم كتشوفوا الان ان السجن في الحقيقه صعيب، هو صعيب على الطيور، خصوصا الطيور اللي كتكون ما مولفاش بالقفوزه. هو الان يعني كانه يعني يتعذب، كانه يتعذب الان، هو يتمنى الان ان يسرح باش يخرج. ولكن انا غادي ما غاديش نخليه، انا بغيت غير نسجلو ونصورو وغادي نعاود نطلقو، انه جابوه جنيحاتو دخل عندي حتى للدار، انا ما قلبتش عليه، حصلت يا وليدي وجيتي عندي بوحدك، انا ما جبتك ما قلبت عليك ما مشيتش صيدتك، اذا انت الان في القبضه ديالي دابا، ما تخافش غادي نخليك تخرج ان شاء الله، غتمشي بحالك. عييتي بالتركال، يلا وتركل شويه زيد، عييتي صافي، سبحان الله، ياك ما بغيتي تولف في القفز، لا بغيتي تولف نخليوك ونكرموك نعطيوك تاكل، ما بغيتي شاي هز العلام الابيض ونخليوك تخرج تمشي بحالك. يلا اختار شنو بغيتي، بغيتي تجلس عندنا ضيف، راه انت مكرم معزز. و هذا هو ما اريد ان اقوله من خلال هذا فيما يخص هذا الطائر.